ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آية كنتم يصدح إلى آية لحدن يستغال من سورة الأنفال. الله سبحانه وتعالى مركي لسوشي في غزوة بدر سيدي مشركين في وها الاكسامين الله عليها دابهم كداب آل فرعون قل هذا لقى كوضب أما عاددوا وعاددي في فرعون هي والذين كوي من قبل كهربين كوي كوري عاددهم أجني في عمودين ويأيدها أن الدينين الله نقدر بوضوما قال الكسار في حي بك معناه وحول ذلك عقاب قاسم قل هذا اللوقي مشركون العرب لو بيتين لأن الله الله سبحانه وتعالى لم يكن معها مغيرا كدوريا أما بدلا نعمة أنعمها ونجمي على قوم تسوي نجمي حتى يغيروا إلى الدوريا اليوم ما بأنفسهم وإن أفضل بصرنا وأن الله الله سبحانه وتعالى سميع كمغلو عليم المعنى وحوين الله سبحانه وتعالى عقاب فتتكم مجده ومع عقابه إلى دخل يوم عقاب تعيد دونا وصفتي في عنايدة إلى هايان فكوا كل الكلام إن تدتك قمي يقول أن لا عابديان المؤمنين جميل الله سبحانه وتعالى عقاب ما يقول بك اليوم صفتوا ذي بدلان وصفتوا لي يتم في سبب الكلام وقال لنا نعمدي كبدلا سبحانه وتعالى وما يشي تبكى عن عقاب كل داون بك أن نعمدا أن لك سيها دات الدين غفر عليه والنعمدا أن لك سيها دين غفر عليه وقالوا شكري وأن لك عابده الله سبحانه وتعالى عذاب قبل قوينه وعباطه له الله كيرم هاي سبحانه وتعالى ذلك عقاب مشرك العرب المفدين لأن الله الله سبحانه وتعالى بالطبيب أن الله الله لم يكن معها مغيرا كل دورية نعمة نعمة أنعمها ونعمية وثمان كم الدورية على قوم قوم ونعمية نعمة وقوم ونعمة ثمان كم الدورية حتى يغيروا إله بدلاه جو ما في أنفسهم إحنا بطولها وإيمان في شأن لك بدلها وقمنات العبادة دي عبادة الآن تبدلها بلك معنى هو أسفل الله سوحا إسفحرا وقال الله إسفحرا حقوة دي إيمانك إيوه نعمة نعمة تشوفك إستنقل هذه مرمر بباسة رسولك قاعدة لكن نعمة لوائم هاي أنت تتفق من وأن الله ألا نستميع كمقلة وهي عليم الحروف ورهتو ألا المقلة يلوبي هاي ما ممكن الشرع أستنقل وبدا يقولوا بها يقولوا ما ظلم كذاب لآل فرعون ولا سوء العلم يا يوم ولا أخير دابهم عاددون هو المشركين تا كذاب لآل فرعون فرعون ذات شيء شيء عاددون يقولوا هي والذين كل من قبل فرعون كوهرين قوم نوحية قوم صالحية قوم هودية وعلى وجه كوهرين يوزن بلياسها عاددون يوانسوا عاد هي عاددون لا يكذبوا بآيات ربهم كبروا إلى يده سيدة يبدل الدينيين فهلكنا أموال وهلكنا من الله سبحانه وتعالى بذنوبهم بسبب ذنوبهم لم تقود الزكي يالو هلكنا خير فرعون وأغرقنا السكارة له هلك أما شيء نبي أما شيء نقال فرعون فرعون يزكي شيء كل لما أرسل فرعون يزكي كوريين يقوى المسلم العربي بقى كانوا حي ظالمين قوة المسلمين ظالمين أو مشركين إنهم إذا دخلت بعقاب أمتهم وعلى ليه سبحانه وتعالى معنى هو المشركين وكان واش هو ذاته معنا هو حاسب الدعيني ولا الشرير رسول الدارمين يقول في وقت أهل فكرة ثمرة يا شمل سوء سوك هنديو دابه من قطن قوه في عادة وكداء في آلة العام فرعون دقن في سيء وكلوه والذين كل من قطن فرعون قوه رئيب دقن قوه وضوءها كذبوه الدينيين دايات دقل ورب قوة دائل في سيء الدينيين فألقنا أبوالها لا نيب أن يدنوش من دم قوة السبب فيه كما قلت فإن الله سبحانه وتعالى وأغرقنا وان ما شيء نبيه يبطبع كل ما شيء آل فرعون فرعون يدد في شيء وكل لما سوى برسوة لكي قولي يخطم به كانوا حي ظالمين وإن كل مقام في الدين إخاب تضر مكاش كل نوع بين هنا إن شغل الدوات بألي واحد ملك سعودة دافتة واحد شكوا لي واحد سعودة واحد سعودة واحد أبشر بغن عند الله الله أكديشة الذين كوي يكبروا قالوا واحد ملك دوشي سعودة واحد أبشر بغن وقوة إيدي آيادها الله سبحانه وتعالى
فهم يقوم لا يؤمنون لكم المعيان مرة الشرح يرتكب عليهم دب دمك إيمان وصول لكم المعيان وعطوا حق الشرح أبطوا شيطان باتوا صلي وشيطان كافق أبطا فلك دب ما وصول لكم يوم هذا دوها يرتكب روحوا حوالي انتو دردوي هاي تدخوا انتو دردوي نينو شك شك وحساسي وكتري يا وحلوشي انترا مرة دي هلكا قاران دبوا ما وصول لكم يوم وشيطان كوير قاران إن شر ودوا أبطي من صعد كواحد وشر بدري عند الله يعلى أسيس الذين قوي كفروا قالوا مرة في هير كا قال إن قوم يوم لا يؤمنون مطمئنا يعني لا يدعون إلى الإمام أكيد قدم لي اللي قال وأبوه قوات الذين قوي عاهدت الرب الله زين نبي الله وقومه يسمونه ثم ينقضون كورينه يعاهدهم بالله صار في كل مرة في المركز صار الرب الله زين كورينه قوم يوم لا يتقونه ما كذا وصلنايا كما كذا وصلنايا إني بلغت بوديا ما كذا وصلنايا أبو الله ليا سبحانه وتعالى هو سكر وسجار ودهان إذا الذي يتقن خفض غندوه لكن سكر وعيوك إمامي في جيب من قريدة والذي يهود هاي من مدينة كني يُنبي قول الله إني نزجال شيء شجني يبغى ربط هذا إسكتشي وبع دين تجعل الله ربي من المقص من دين تعيد المقص كم دين تسيب هذا بعيد المقص كم بركوا على إيه هالشيء اللي عندك كتير وبروح هالناس مشرفين تهالناس وضاعنا وعي هاي بجداني ويصار راعنا ولا صار صفين بركوا وروح في ذي اللي يدين واحد وما اللي هني جدا بقول نظلمين بلمت على قطار هذا نمر خلاص بيتظلم في كذي هذا نمر كذي بيتظلم في كذي بركوا قلنا جاهد بني قريش هباء هذا عد كسوة صدع يا سنة والله مدوي بركوا قوة الإيمان كتير وصار نظلمين وحويني الذين قوى عاهدها الله بلن في أمين وقال هذا كمدى مشركين ثم ينقضون كورين يعاهدهم بلن صار في كل مرة في مركز تدورين هم يقول الله يتقون ما بدأوا سنيا ما أنت كما بدأوا سنيا يقول لكورين كما إلى ألمية بركة قوة نوع عاسوا فألا ليه فإما تسخف لهم حتى كبوا لي سينا كعانت كبتهم في الحرب تقال فتحلي سعدات كخبتهم فشريت كوك العين كوك اللي فيهم بالسبب ويجد السببتهم من خلفه هو قدم بيان ومعناه هو يجا شلعك هو قدم بيان هو لقاته لعلهم يتذكرون هو لقاته هو هذا قعرت قد يتبدل في الرياش والنوع عاسا حاوته بني وهو يتشلعي هذا قعرت قد يتبدل شك هو قدم بيان وقال أي أبا قال إله لا ألا لي نبرا ساسا لنبرا أنت أرسلنا سيأو إله لا ومكا كوكا العيد معناه أن يمتي إيه العقاب بني شك ذكك لا أين صدع وقر عنه فإما تسقفنهم هذا كبوا ليس تؤلي كبوا ليس تؤلي الحرب تقال فجحيس إلى قبط هذا كبوا ليس تؤلي فشريت كوك العين فيهم بالسبب يجب السبب طور من خلفهم ضغط كذب بأي يوم كلا يجب وحا أدوك ليس تؤلي ضغط كلا عقوب بقان لعلهم يتذكرون الشيء هو أن تما تؤلي سبحانه وتعالى وصدقات تبوي وأن تؤلي وإما تسخف وإما تخافن حتى تخبط قضوا من قوم قوم خيارة خيارة هذا الرقم قل أقبل لهم شكور بيدين خيارة هذا كثر أن تؤيني بلان صورة يا الله أتكبقهم شربت أطول إليهم حقوا إلى العهد بلان صورة أطول وكاد بلان صورة وكبتي بوقوات شراء أطول أطول على سواء الحالة هذا الشيء من كذين وقال أنا وحالة في دنيا اخترت يوم وليد أخلاقات خمينين هذا اللي قلت يومين إن لقب بالله هذا اللي في دنيا وخيانه مرخ أشياء قبال إليه والبلان صورة قبع يوغاده iyagoo og inay balantii aad uga baxday marka islaay hadii isa aad u qariso aad oo balantii waan ka baxayeen aad weerar ku qaato dhaqan oo khiyaano weeyo balanay ha hadda dadka galada waa looga soo riyay laga gardaqaan maahay dadka mushrikiinta in laga gardaqaan ma aha waa in dawgooda la mariyo oo lagu la dhaqmo marka iyagoo wali dhaqdhaqaaq samaynay hadii lagu bilaabo waa khatar imma takhafalna hatta kabbaqdo min qawl qawl haqi khiyaanata khiyaani ya balanfur hatta kabbaqdo تنبيذ أطول إليهم حقا العهد فلن قد أنتون وروكا لكفحي فلن قلبي على سواء حالات سمنتهم العلم فلن قبحي ذات علم جاذا وقالت فلن على سواء على سواء حالات سمنتهم في علم نبذ الأهد فلن قبحي ذات علم سمنتهم معنى سيدات أدوك فلن قبحي يقلوه بيسي أدي يقلونين وعلى الغياء ومكاتنا فلن قوان قبحي إلي إلينا لك قبحي هذه الشيء صغرنا للقرين إلي الله صورة قال بالقالد حتى وقع عادل لمسلمين لقد قرد فانا هيو إن الله سبحانه وتعالى لا يحب مجع على الخائنين خائنين تمجع على خيانه تمجع على حتى
قالوا الخيان المهيون وحوي وحلولنا خويا سيد المتقمان وعلى سيدي معاوية بن أبي سفيان صحابي قوحا شافوا الدقنا قال يقلن يسكوغا يقاكم يقلن يبقلين يسكوغا وقت جادي واتوه دوان ما تحول بضم وضمان وحوظ العين كل احدى سيسع عزيني بلن في دماغه هو جلده دقو ما كي دماغه نهاري وانا رفقا من صحابي أعرقي الله أكبر الله أكبر وفعل لا قدر أكون وقلن أكين مولي بلن كل حقيقي شوكتانون لهذا الآية تنكرنا يقول أشيك بوهينا بلن في قبع على أشيك أما خلنا قولي سورة قلمة أمركا تبكي بلن جل لك إلا الله غبطة سورة قلمة هذا كذب يلقائنه هذا بلن سورة قلمة الله تعالى سبحانه وتعالى فلا يحسب الليين أم العين الليين هو كفروا قالوا لك سبقوا منا إنا نقبع الليان نقبع الليان نقبع الكراء لين أم العين وقال لي إنهم يقول لا يعجز من الله ألا معجز قلي كرام مدالين كرام الله مدالين كرام مالك السبا حتى قال اللهم حيظوا بالكافرين لنع والرقالة دوك وحوية أولي كيبا تظهر عليك مالك ربك كرام الملك ذاتكو قال يا مسلم أبو أحد ألا أولي كيبا تظهر ما كما يسمى حالة المامة يقولون شيء بدأت لقول الله إليه فرد القرية تهي وإلا لا يوحي لغفهم ووثي بحصري إنسدى لك قهر يا أم ليدوه وأي بحث قاعي بحصري يعني هو حطر أيوه يا أم ليدوه هذي يدب درك كل مغنان ولا يدبين يا أولي معنى يا أم ليدوه بحث قاعي هذا بحصري يعني هو حطر أيوه وكذلك يعني كل كافر إن السلاة سوكلون ولا يحتبرنا يا أم ليدوه الذين هو كفروا قالوا اتبقوا منا إن نقبل انكرا وإنك هو الضعي كرالي على الأمرين إنهم يقول لا يعجزون الله ألا ما عجز قلن كرال أكيان مدى لكرال على الأمر وأعزوا وديار قريس تبور ألك الله للمشركين ما استطعتم به الأودان ومن قوة حوغة ومن ثبات الخير فرد خير الدور فرده يعني أوحى الله حليا إلا أدي اكتدى الله حليا وهي فرد خير الدور وفي اللي فرص تصدح من لن أجل قوية لن عبادة قوية لن عذاب قوية لنكو أجل قوية وحوية كألتك توحدا ومال دوحوه وضعت بلا وكسي دا يقوك لو كحدا هل فاسو ذاقيا سالبو بذيب يقادلو بذيبو أجل بيون دخلين ميشو دافو وصعصو وكمر أجل بيون نوما بيها وعبو نحتا بذيب أجل بيون نوما لن عبادة قوية ولنك إنو يسوي أديك تدو الضغط بريدي سوى حتى يكافرون حقي لقول هذا أم الله ود كانوا حرون قنيسا أي بس كنا بيكون قنوا كبير هي حمالة استعمالة وهذه كذا كان بيكون ما بس قاعد يتكلم هذه كذا أوف يا عمري قاعد فرش طوها قاعد يتكلم هذه كذا الله يقول وعدته وديار جروبة وديار جريس الله يقول وش بتينا ما استطعت مشي على قتال القوة الأول وبرشاد يقول ما برشاد كم يتعي ومن بعد الخيل فرضا شيرنا فرضا يعني ciya golada uu adeegsi karaa dadka turisbuun halaad ku cabti gelinaysa ku argabinaysa fi sajadu wallah alla adu fi wa'duhu adu yaani adu wallahi adu bil wa salam wa ku argabinaysa no markii idinko diyaar oo wax wal idin diyaar yihiin akaa heshiis bay la imanaya idinku soo dhiicmaaya hadii idinko dhaif oo kala daatan ay akaa waxa way idin ka dibsan maayaan dabaran soo kacaya marka wixii aad heli kartaan diyaar garayso تريدون حالات كعب سجل نيسان وكعب سجل نيسان فيه سجع عدو الله ألا عدو فيه وعدوكم عدوهم يو آخرين هو كلا هو المويان هو كلا من دونه كتب بايا والله تعلمونهم إذن كعب جاربين الله والله يعلم ومنافقين تكو آخرين منافقين تكو آخرين تكو آخرين وقمت اللي قلت وليسين السيسوسة مسلقين فأقوب بينين عليهم سيدا سوى جانو ربما حالة صور شيء بيليني يعني بادون في الأعراف باديها سيئ يعني ميلها على طاشين على لها قوة ثلاثة هو اللهم يوم يمسكوا ربين قاسوا حبتنايا وما في ذيك الديار أي أكاد يقال الصوت منافق نرى وين كسر الغضب بعدها لأن منافقين هو حكوتين لماذا قالوا منه مرة أنا وابد جب نبي مرك قالوا مرك ما أنت قالوا يقول شو قاعدوا مش عارض ديار الزاعي أول مرك مرك يا كان ذيك الديار اسكت دوما كم أنت عالين قالوا لا كان اسكت ديار الله يقول لي وآخرين قوة كلنا وافقت في جلين إنسان ومن دونهم قوة الشرطة كان كدوان ودون كاف قوة الله تعلمونه إذا وين الله الله ما يعلمه يعلمهم مكوين كسر بدون وما صوت الضوحة إحسان ومشيء وضوحة أغير هذا في سبيل الله ألا وذبي تقوب إحسان يوفق إليكم والدين لما يصير أجر إيش
وانت بذلك ان الله تظلمون اللي يظلمين معي يعني واحد مضتين الله اللي كذب من ماله سبحانه وتعالى خير أردت ما أمين وإذا لديت أوف الحسين قلت في يبهاء هذا وإله زرت أوف الحسين الله سبحانه وتعالى حوالي ولي كعبة المهنة يا ريال صاحب الساقين الله وعزين أما المدبة الكثير والريال هذا مفروضها أما يعني حضحننا شيء قفلها وقلتنا ولسوا بآخره إلا تغمدون آيات يعني وحي يدبر كانت حينة فأما يسيلا نخصها وحي ذلك اللبسي وكي قبع أتبقى الله إليه دوليين أو أحترك للهين لكن يجب مساكين وحيوة المكر في ريال قال إيش قد دارا وحبا ذنبير التاريه وحلق إيه الله لور ريال مكر أليه وحاف فريسة كل ناس الله وحول إيه وما تفضل واحد بإحسان من الشيء من قدولة حضير هذا وإن غلى في سبيل الله ألم والذي سقوم بإحسان يوفى إليكم والدين لما يشتري والدين يؤثون معنا وأنتم بذلك أن الله تظلمون اللي يظلمون هاي الله وحولينا وإن جنحوا حتى يقول الإحسان مشركين للسلم يشيس حتى يقول الإحسان يوم يشيس كالرباء فجنح لها قل لي حالبنا يشيس كالرب وتوكل على الله على الثلاث سارة ويشيك حتى في خيانة وبجيدان الله باتعنا في لنا الله ثلاث سارة الله وحليه سبحانه وتعالى مشركين فاتيه يشيك زونيان أدوك يشيك زون فسيقين تقاط بأي روحة آيات الله ساخدين فاقتلوا المشركين حيث فشفتموه ما جاءت قولوا كل سابة الله تقالم من نتخل إما شو حوالي يشيك كثير يسوى أن تبقى ليه ذا الدنبا كتب هذه يشيك انت الهيلي كاريو وحوالي كبا سلا ما تبقى أيها الناس ونبقى لا تتمنوا لقاء العدو عدو اللي يقول فيه شهر ثمانين وحوي الله خبريني إلى حماسي ذكر يوني ديني ما ننبه فأنت مكة استثال لكن اسك عليه ابو الأصول هذا مكة مكة وشيت بها الدين لهلي وعلى علامه مفلون معي القرآن الكريم في إسلام وعلامه مفلون ديون وحكوف لي أن تبع سناني وشيء القرآن كسنا تتقى الحنة مكة الله أقريه إسلام أقريه مكة أمطاها مكة وقضية قارها يعني تقالكم مكة ووحد قاره الدين في المفلون ديون تقالكم وإن جنبوا حتى يقول لي إحلام المشركين تلني مشيز فجنح لها أدوه نقول لي حق وتوكل ثلاث سارة على الله الله ثلاث سارة حتى يحطى خيانه وجيدوه وهو إنه ألم هو السميع كما قلوه الله سبحانه وتعالى العليم أولي بحب بالك ما كثاث يقول فلسه ليوم مثل حد إن الله ما أمر سيدا يالكم الله يقول وإن يريدوا هذا الضوناء أن يخدعوك إنكم خيانه كوا هشيس كدونا يا إنا يكون خيارا مع سيدنا فإن حسبك كبوغف لنا الله أعلم خيانة عيوب أين يكون يشيلين هشيس كألو أتصدر هذه خيانة وجدا وهشيس كأين يحوي حوي سار وسدان الدونا يا الله ما خاف لنا ما تبقون خيانة غصون الله ما خاف لنا وين يجوا هذه الدونا يا أن يخدعوك إنا يكون خيارا هشيس كخيانة وجدا فإن حسبك كافي قاعدة تقوف لني الله هو قال لي الذي قال له ويأيدك فقول له جيي بنفسه قرقاه شيش ومرأيه وحضرتوه أبي جيي وبالمؤمنين بكل حقوق له جيي بالمؤمنين لا تحرم بنتها أصار وخلف المثل يقول له محمد مركو هم كثي سرولي أصار بعد الجيسي والتساعدين مهاجرين وقلت لي أنا مركز المهاجرين طلبت أن أصار بعد الجيسي يقول لي دين التبوض جاري والدمان من قبلهم يقولون من هاجر إليهم ويجعلين إلى سجدة يلا والدتي ولم بدل بلا حوله ذي بوحدة فيها. مرك مؤمنين تقول أن كل شيء أصابت سوك أول أصاب رسول الله. الله وحوله هو الذي الله, الله هو يأيدك فقوع شيء بنفسه فقوع شيء قرية فيسا هي وبالمؤمنين مؤمنين هو ألف الصد من بين قلوبهم قلب قوة الصد من لو أنفقت هذا كخر شريطة كم بحسن ما في الأرض أرض واحد تشه نحذرة جميع الزمان أوله السلام وإني هشيان وقلب قوض اسمحات مع ذات كل حصان ما ألفت لصمد الكام بين قلوبهم قلب قوض تحذر لصمد الكام ولكن الله الله ألف بينهم لستهم بمسك ألصار وقال فقال يلا ما تصل وتقال كريم يا كرا قال فقال يلا ما تصل تحمي ومرضى يسكو دمان كريم وحتى مكة نبي قلت لي علاقي أي شيء ثاني يقول لي عمد ما تقول تقول هشيان فكان يهود الله يعلم لما كان إسلام كري يهود يسود ذي كري أو أحوال عبد أو ودى جوجو نبي ودى دفاع يوات على ذي كل شيء من يهود الله يعلم ما الله قال كل ويل بيوتره يبغى ودى جوجو أصابي جاي خذ لي جير رأى ويل كاو حيكون يدانه كما جاء يبرق إسلام كري يوم بعاصي ما الله إسلام كري كما جاء يخطو سمين
وكي مركي قبل يدي اللي يدل قبل يسكو كعال يا نبغو أسا عليه الثلاثة والسلام وحاو مركا أي ذنب أي صفوما مليون مركا الله سبحانه وتعالى قلبه وحاويه ونصدما سماليه يأمن تنتهى يوم وحاويه النبض والله يدفن سحوب له مكان ومركا الله كانوا النبض وارضوطه سوى ما وكا الله كانوا الله وحليه وألف الله ونصدما بين قلوب القلب وقلب القلب يالقلب ونصدما الشعلي الكريم لو أفقت هذا خب الإنسان ما في الأرض أرض الإحلال الجيل أهم واحد عن جميع الماكين هنا النقدار هذا خب الإنسان ما ألفته وسمدوا منك بين قلوبهم وقلبيالك وغد إحلال ولكن الله الله لا ألف بينهم يسد ما سيدة عضا كتير وشي سيسرهم زمن وحوش قرآن ذات بحديثة سيدة قرآن تدرس مكي ولا النمائي إسلام كل شيء إيش نعم هيا قراب النبي ذا الله وذات شوال مية وإلي إسقلاب الدولي الله إسنعوا صورة قال لكن تدخل الإسلام مثل كل شيء وعوية وجدده ذا الإسلام إذا مرجع أكبر العيام وقال لي سبحانه وتعالى إنه أن عزيزك قال قول ما قلت سواء قال كلامتي الله عزيز لا يمانع الشيء وحقوري من كلامتي عزيز في حكمي حكم في سأله وحوية عزيز في ملكي فقلت ويدي فالله أحرق لك حكيم في حكمه حكم في سنوات فصل سنة الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي النبي وقال محمد قال الشيء حسبك وحاكو فلا الله حاكو فلا إيا ومن ضدنا الله حاكو فلا اتبع فكو راعي ومن المؤمنين ممن ذكا منه قال يا مؤمنين تبع الله حاكو فلا الله حاكو فلا النبي وفعيل بمعنى فاعل فعيل بمعنى فاعل متى أن إحنا نبوة تعطي لما كان النبي هو شيء لقرية لك أيضا ما يكيوة تبعي بأن نقل من النبي هذه لك كان من النبي هذه لك كان وحوش وقتي لقرية لك اتفاق والنبوة متى وحوش النبي لما قلت إن تفضل النبي لا يا أيها النبي بالله يا أيها الرسول ما قلت إن تفضل يا حنا محمد ولا هو صدح سورة دور بعضهم علينا سورة آل عمران سورة الأحزاب سورة محمد من ثلاثين ملا أفر ملا الله يقول يا أيها النبي نبي شرفت لهاي حسبك الله الله لا تغفل أدق إيه ومن اتبع تقفل قد أعلم ومن المؤمنين من تقبل إعرابها وحلقة ذات قاتين الثلاثيات ومن اتبع قدر من الله فأصل هاي ومعنه نظن إيه الله لا تغفل يا مؤمنين لا تغفل تبع تقابلها إعراف مساكل إيسا الله لكم عصنا وحب عصنا حسبك كافتاتك وعصنا حسبك وحاق غفلا الله ومن نصد الله با غفلا إيسا مع كل عمل المؤمنين يا أيها النبي النبي الله محمد والنبي شرفت لهذا حرّد كباري كتر دلتي المؤمنين مؤمنين على القتال تقال فكتر دلتي إن يكون هدين لهنا كارض ساموه منكم حقين عشرون لباسن سافرون وأخذوا الصبرة يغلبوا حكاة كانيا مئتين لبقل حكاة كانيا وإن يكون هذين لهلا منكم حقين مئة بقل وصافرون يغلبوا قيدوا يغلبوا حكاة كانيا ألفا كم حكاة كانوا من الذين كل كمين كسروا قالوا محاجة لقانوا تسمع أنهم هي قوم ولا يطلعوا أحضا أنقراني وتضوح يبتك على الوحي فتك على منا أنقراني يجيبوا سمرت بابتك على الوحي أيضا ما في صحابة الله ذول بغير دواتي بات سبحان الله قلنا دقا هل ديني سبحان الله يتعلم وقل كين إن كون يتعلم إنكي بسبب بقى كل سؤالي وإن أدكت أدبيو أدكت هايو الله مخلص سبحانه وتعالى لكن ملك هو روح ويهي يعني إن هير كاس لقالي كرا الله تشالين إن سيدا سأكون رجلت هاي وطبان إنو إسكو لن إسكو كرسوني سبحان الله يتعلم كرا يعني قبر هالجيني كدبنا الله وكفي في ذي سبحانه وتعالى سبحان كي يعكيش جينا ولا كفي في ذيه وحي لما الله كبدا لما الله وحي كبدا ولا استعر ذلك الله ما كيت ولا استعر ذلك لما الله لا كما عرف ذلك روح لما الله فيه. يا أيها النبي نبي محمد حرض كتب في سال المؤمنين المؤمنين على قتال سال كتب في أخي مالك أحد النبي محمد سال قليلي قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض جنة الله كيف وليه هي سمدي هذا الفقع من بعد جرب العمد بن حمام لإلهيهم جنة عرضها السماوات والأرض مياه كلها نعم للنبي عليه الصلاة والسلام فكان شوري بخم 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 بخم
معاكم كل شيء قد نبو إلى صاف إلى هذا وعيدين الكمد نقرأ يا تجيني يا كمد بابا تهوي انتو كيشكي وغوشري سيختي يجاجينكو يتمر يركز وبحي مركاسو أكثر قليل مركاسو أليلين سنهتاك أما يتنو فما نورو شيء دوا بدأت ووشكا سينا ورد دقان سنقال ألتي بكم التوا مركا يعني نبو ساكا أتكتي سلليين وإن يكون هدين لها لن يكون أدين مئة بقل أريد أن يكون مئة منكم حقين عشرون اللباطن شابرون وأتكيستر وصبرا يغلقوا حيكا أتكال مئتين اللبقل وإن يكون هدين لها لن يكون حقين مئة بقل شابرون وأريدنا أتحال يغلقوا حيكا أتكال ألفا كل من الذين كل كمية تفرد لأنهم حايا ليسان أو بصر أنهم يقوم قوم قوم لا يفهون وحراء سهلين معنى مبدأ ملح وحرد قالوا وحيكد قالوا من نظم الزرنا يعني أنا وحرد ألا أنا هدى يخفض الله أن كفر ذي عنكم حقين وعلم يؤل أبيه أن فيكم جعلين يضعف الخبر دقين يتكتر يؤل أبيه سبحانه وتعالى فإن يكون هدوك آدم يقول حقين مئة بقم سافرة أو سبرتا يغلب وحيكاء كان يان مئتين لما بقم ومنك لما تسوى هذه وإن يكون هدين لك أهل منكم أجين ألف كل صابرين يغلبوا حكاك كان ألفين إلا أكم بيكاء كاري إنك لما كسوا هذا بإذن الله ألا إذن كي شيء فداء كاري معايا والله ألا مع الصابرين أكون صبر المعلم الله سبحانه وتعالى مكفف إليه ما نسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وهي الله آيده الجردقه أما هو نسخه تقبلنا في عباد المؤمنين تقبلوا كيني أما يد إلا منها لكن هو حظي كفف كل يبو يكفف ذلك الله وحليه الآن أبدح يخفف الله كفر بي عنكم حكينا وعلمه بذلك هذه وعبيه معناه وعبيه أن فيكم ضعفا فبصدقين بحلين جد فإن يكون هدين لك لهم يعني إذن جد كان أعطني وحويه وحالة لأن أصحاب منكم حكينا هدين لك أهل مئة بقل صابرة وأتيزتا يغلبوا وحكاة كان مئتين بقل وإن يكون هدين لك لهم منكم حكينا ألف كن يغلبوا وحكاة كان ألفين ديك قال النظام بإذن الله أن إذا كيس إمام الكيس في تسأل النقم والله الله سبحانه وتعالى مع الصابرين في الصبر والعدو بلك قفك مؤمن كالبا لبن لا فينه كعر هذا الله مؤمن لكن وحي لبن لا في قبل السبع يا أفرين حريها وضعر هذا واحد بها كل ما نشكر زحفه كعر هذا ما الله يقول ما كان أمسكنا للنبي النبي أمسكنا أمفلنا أن يكون إني هو هاتف له سنة أسرى ذر لقفا شوحي الله السيالة إنه النبي قعنت خذ بأمس ابن حتى يسين إلى أجلعيه في الأرض بلك دعديس أجلعيه يعني وعليه تاروه سخونك وعليه تريدون إنه عارض أبتان عرض الدنيا الدنيا الضريعة على عرض أبتان والله أنه يريده حقبا الآخرة آخره حقبا عمل آخرين أسدنستان والله أنه عزيزك غالبا وهي حكيم وفلتا أيضا حكيمامي مركز الضباط نسيقون هذا لغبتين تدبار كنا الذي تدبار كنا لقبي النبي أديك ما خمينها عباس بن عبد المطلب خمينها عقيل بن عبد الطالب علي ولاك أبا خمينها وكان النبي محمد والله تشان الصحابة رضي الله تعالى وحول الدولة يا نبي إن يوم كقاتان الله إن واتك في قرابة عشيرة بي أبو بكر صديق وحول يا رسول الله وقرابة إني وولا له إني وعشيرة إني حتى إنه كقاتان أنكو حبيسنا يقول إني صوم سلوى قابة عكاكو إلى صوت عمر بن الخطاب قال يا رسول الله وسناديد قريش وقال لي صلى الله عليه ويقول لك على من كل قد ملح انه كشر هو حوي انا من قرابتي الى ايدي عن بن عبد الله بن هبل ودي حمزه ولا شودي حوي ان كوسين نبي هو حوي وسع مسن من لي عبد الله بن رواحه غير الصالح يا ايدي يا رسول الله شو كان يقول لك شو ابنه حاب بدن بلي تسو قرر وحاب لا كوش لا كوولين وحوي نبي مركا وحقول لي احنا ابو بكر تزيد تزيد شيء وضعي اهي ان كذي الله قاتل ولا شيء تاهيب عباس بن عبد المطلب او مركي لقب سيبو حوة اللباتهم وقيدون الذهب وثي لباتك هو لقى قاتل نوما لابي قلت لكم حكم من لابا الله قلت لكم شديتهم وقيدون بلكم يا رسول الله اقول لها يمحوة اللباتهم كي يميان لي كده ميلو كده ما يمس شديتهم بش ويش انا ذلك ويش مكبش وعلى قد اكتبوا ده اذن ان انا قراش بريو جاري قد اكتبوا هذا الذهب كي مفضل أدخل بلا شيء لكن إن الذهب سافر بلا ما يلقى في هذا الدرس أري ويلش هذا أو يقول شيء يقول وعادي شيء يقول الله وعادي شيء ما أنت كهر النوع يعني يقول إن الله تعالى وما كنت من يقول ما
مكايد وحي تلامي شيء نبي الله محمد باوحى للي يهي محاط طلبي وراعي ويدي عمر بن الخطاب وطمنح ويشهد ويدي بان للي وانت نبي الله دين حريسي سيه وحوي طلبتي عبا ماشا تالا مكان أدرتي واقع وقوي مانا يا عمر بن الخطاب نبي الله محمد يا ظفر قوي مكان وحلم حي من كؤولي حتى انه هين السهل وانه يهديك لو اسكؤولي ثلاثاتي يا في عينيكم هذي عذاب إمان لها عمر بن الخطاب مش قد كان يقول لي ما تكتب إن الله عليه سلام سلام بس أيضا هكا في تمام الله يقول لي ما كان وما بنانا للنبي النبي أن يكون إليه هو هذا له سبع أسرى الله يستيار حتى يسخن إلى أجل عيوه في الأرض اللي الفتح يسوى أجل عيوه ما هي لك يريد أنه حسون إيسان على ذنب يا دير بن عدو يمكن أن تجيك قال سابا جزيل والله ولا يريد الآخرة سبحانه وإلا كم كنت شوف ستان بيانا لكن هو الذي سامح والله هذا عزيز في قائل هو حكيم فضل لولا كتاب قرأ الهدون إلى حكم الهدان الجير لهين ومن الله ألا حق ستاء هذا كتاب ناس سبقه الرئيين لما اكتكم وحاجد تاب الله فيما أخذتم وحاق قادتين سبقتي سوء سبياء عذاب العذاب العظيم مؤوين حتى الكتاب هو الله حكم الجيرين وآه إن غنيمة الليدين حلال إذنهم وآه إن الليدين عقابة لأمد محمدية هداته كتاب كاسي هدون الجير لهين على فاس مغسيون كتاب كاسا الله سبحانه وتعالى ومدى محمد يدعينا لعقابين والغنيمة الحلال والقتل حقوق كافر أكري راقا شقيني يا مكة لولا كتاب كتاب هنان الجيري لهين قراء حكم نتان جيبه من الله إلا حكي ستاعه حكم كاسا سبقه الرئيب وإن عمد الحلال عقاب ومدى محمد يدعينا كل عينينا وغنيمة الحلال ثاني لما تكون مهائد انتاب الله فيما شيء أخذتم أقادتين سببتي سعدام عذاب عليم نوين فكلوا علماء يقال لي بما في غنيمكم اتفرض علينا الغنيمه الستين حلالا على الحلالين طيبا ولا سلوا يعني حلالا طيبا واحنا مش حلال طيبهم وح لغي غير صداهين في عوي العلماء وغنيمه الحلال وفي نوع الشمس اللي بخاص يعني محاكمة الغنيمة اللي هو حلالين وما دي هو الغنيمة انت ما شاء الله بنو يا ضب ايمانا يا عبد الله اطفال ضب كيف احنا يا غنيمة الحلال يعني فكلوا علماء بما في غنيمكم الغنيمه الستين حلالا على الحلالين طيبا ونظيفا واتقوا الله على كبقى سيدي النبى على كبقى حالك كسر غنيمة الله كسر على كبقى إن الله على سبحانه وتعالى غفور كذابه ينحيم من حريصه هو مدي محمد يدي أهيدي واحد به الدين الشامتين خير بعد قبطان لا شاط مكان بخير له قادمين فرسات الله من سنتي من الله عبد الله الله سبحانه وتعالى